مسجد الحاكم بأمر الله من أشهر الحكام في تمييز الحكم مصر. المسجد بتاعه ضخم جدا ومهم أثريا جدا، وكان فيه إهمال شديد بس في ناس جم وقالوا إحنا عندنا سعد من رمامه، وفعلا تولوا موضوع الترميم ده بشكل كويس. وحاليا يتم الصلاة فيه بشكل عادي، كان الأول صعب عشان موضوع الترميم. هو للأسف مش وقت الصلاة فمش مفتوح، فصعب أشوفه من جوه، بس أنا دخلته قبل كده كان تحفة. هو جنب البوابة اللي هي ناحية الباب الشرقية، هنخرج بقى من البوابة. ما شاء الله دقة في الأداء ودقة في العمل، وسبحان الله كل الحاجات دي بأدوات بدائية، أدوات بسيطة، بس الإتقان هو اللي خلى الشغل يبقى بالجمال دوت. أجمل البوابات، ده ضريح العارف بالله سيدي الذوق، الذوق اللي هو اللي في الذوق ما خرجش من مصر. كان راجل صالح وقال إن هو خارج وهيسيب القاهرة للمشاكل اللي موجودة فيها، بس مات قبل ما يخرج من الباب على طول، فعشان كده طلع المثل للذوق لما يخرج من مصر. هنقفل بقى عشان نشوف المناظر الحديثة.